مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. يتسابق الأطفال في العالم على صناعة قصص التفوق والنجاح، بعد أن تكون الدول قد بذلت من أجلهم من الإمكانيات والجهود ما يساعدهم على السير في طريق التحول إلى جيل شاب فتي وصالح يقدر العلم ويبني البلاد بالمعرفة. لكن أطفال بلادنا في حال مختلف، فالبنية التحتية التي يحتاجونها للعبور إلى المستقبل لا يوجد منها ما يكفي حتى للحفاظ على حاضرهم. تتخطفهم الأمراض والأوبئة، ويغلق المستقبل في وجوههم أبوابه، تسرقهم الميليشيا من دفء البيوت وحنان الأمهات إلى برد الجبال والكهوف والصحاري، تأخذهم من المدارس وترسلهم للمتارس. أما المدارس فقد تحول كثير منها إلى ملاجئ للنازحين أو مخازن للسلاح. يكبر الصغار دون قدرة على تنمية ملكات المعرفة والإدراك والإبداع، تكبر الأجساد لتصبح لقمة سائغة لدعوات الحرب والتخلف. لكن الطفلة وردة في مدينة عدن لا تريد أن تكبر جاهلة، لا تريد أن تفقد مستقبلها، تقف كل يوم على طريق المدرسة على أمل أن تتمكن يوما من الذهاب إليها. عن قصة وردة نتابع هذا الفيلم الذي صوره الزميل آدم الحسامي وأعده للعرض الزميل وديع عطا. نشاهد ثم نعود. كان داخل لحد وضعنا كان تمام يعني، وبعدين استولى القاعدة يعني حق أبيان وحق لحق ما استولى القاعدة، نزحنا لا هنا مع النازحين، وده بيتنا حرق وراح. كانت معنا صندقة معتبرة يعني حق طبعها إنسان طبعان، أنا بلا عمل ولا شغل ولا راتب ولا حاجة، جينا قسينا هذا المكان. والله بالفيش كان تعب لموقع الحرب، لموقع الحرب فرينا لهنا، فرينا لهنا وعادوا دخلوا لمهنة لعدن، ضرب قعثونا قعث. وبعدين أقل من أيام قعات الحرب حق علي عبد الله صالح والحوثي مشتركين، يعني الشيء يدخلوا عدن غصب وغصب الله غصب والله غصب، واستوى اللي استوى وماتوا اللي ماتوا. ابني تعور اصطاب هنا بالعشية هذه، واصطبت انا واصطابت العجوز حقي ماتت. بعدين نزحنا داخل، دخلنا داخل المدرسة، ما فيش حد، كانوا داخل داخل عدن كلهم، الناس هجروا مع الضرب مع هذا، ونحن نسينا داخل المدرسة. خلاص صبرنا ما جينا لهنا، بعد فوقنا ضرب، هذا اصطب عليا ظهره، جدته وابوه اصطابوا بالحرب، ما قدرناش نوديهم. وبعدين اكتفينا من الجوع من
الله عنك تخرج انا والضرب الرصاص من فوق الجبل هذا قناصات من خرج يقنصوا الله معي انا كده السلال دلا 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 من ورا الجدار دلا ما عند المسجد وخرج للسوق لقط لي خضره لقط لي ده حق ذا حق عشاء للجوال ورب واطلع واللي اصطاب قدامي وانا الله معي ادخل لما استبت الدنيا ودخلت الشرعية الله يحفظهم ويستر الله عليهم نقت عدن من الحوثيين وعلي عبد الله صالح و لما دخلت الشرعية خرجنا خرجت معهم وحررنا قبل هذه سيرة معانا معايا عصا والله معايا عصا واي واحد كان اصطاب انقذه اروح اتحمله هكذا انقذه في ناس كمان شاهدونا قم ملعب نادي التلال في دكان كان فيه حوثيين يعني تهربوا الجبال وهذا دخلت وشليت ماء وشليت هذا بالتلاقات وسقيت المقاتلين اصحاب عدن بعدين خلاص لحد الآن وأنا أقول أصحاب المدارس قالوا بنصفي بالرمم صلحوا لكم حل مدري إيش قلت لهم خلاص رجعت من العشة حقي هذه أنا وعيالي والله هذه العشة كان قبلي بتار قبلي وأني صلحاني وهو ركزناها الآن أراها أحسن من البيوت عايش داخله لكن حكمهم ما يكون واحد فقير من شندين الواحد تصبر مع زوجة مع قهالة دخل العشاء لما ربي يفرقه من عنده والله المطر ياخذنا فوقنا كل المطار والريح هذاك فوقنا لكن الوحدة تصبر الوحدة تصبر لقى زوجة فقير زوجة تعبان زوجة تصبر حتى تأكل فقمة لأنا كنت ساكن وحرست المدرسة يوم الحرب يعني والمدرسة التنوية حق البنات الكبار استرقت يعني ده بس أنا مش فيها كنت أنا كنت بالمدرسة حق القهال والمدرسة حق القهال ولا استرقت أي حاجة لأنه أنا كنت داخل فيها وفي واحدة مدرسة داخل وأختها وأمها العجوز اسمها فاطمة كان أبوها يشتغل من أول قديم داخل المدرسة إذا حد تشتغل لو معاها بيت داخل كنا نمسك حراسة داخل ماسكين المدرسة ولا حد الآن ما قلناش حتى كنا نشل مي من داخل يعني قالوا نحن نشلوش مي من داخل العيشة هنا تعب شو أقول لك شنو كما أول هنا تعب هنا كنا نحصل يومين ماء وقمعة أيام ما نحصلش وحقو داخله سم الماء خلاص ما أحد يفتك يشرب منه قسينا 5 أيام 7 أيام وفكوا الماء وقسينا 8 أيام وبندوا الماء على هذا الرحيل صبرنا لأن احنا على الحال هذا نجيب دبتين ماء ليلا للقهال هالشرب القعي حاصرون أحصر على الماء جمع مدرسة ها؟ درس درس ليش تحب الدراسة؟ ها؟ شاء درس البنت هذه غلقت عمرها 7 سنين
ما فيش حق مدارس، ما فيش حق مدرسة، ما فيش حق ثياب، ما حوش بنفسي كيف أعمل. طب دحين تسجيل، وده أنا قد بسجله، طب التسجيل باقي يومين دي ثلاث أيام بيتعلموا. كيف بخليه تتعلم ما فيش معاها ثياب، ما فيش معاها يعني شنطة، يعني أقل شيء إنها تدرس. أنا ما درست، لازم بنتي تدرس وعيالي يدرسوا، هذا أهم شيء بحياتي أنا. شان المستقبل قوال، شان المستقبل لما يكبروا يعني يعرفوا يقولوا والله أبونا درس عنا، أبونا كذا، وأبونا أبوها فقير ولا معه راتب ولا معه راتبين ولا معه شيء، مسكين لا على من هذا الدباب اللي يلقطهن يسرح يبيع يوفر يلا حق الأكل حقهم. ولا قفعتني دخلت بنتي زمان مدرسة علمتوها، جات تعلم على نفسه، إن لقسات كم حاجة ينفعه. أبوها مسكين فقير مليش نديله، ما حدش نديله غير أبوها. أني لا ما قدرتوش، الظروف تحكم، الظروف تحكم يا أخي. وردة، إذن هذه الطفلة التي شاهدنا قصتها قبل قليل نموذج واحد لملايين الأطفال اليمنيين الذين يعانون الحرمان من حقوقهم الأساسية، لكنها تعاني أكبر قدر من هذه الانتهاكات. حقها في السكن منتهك، حقها في التعليم منتهك، حقها في الصحة منتهك، حقها في أن تعيش طفولة آمنة. وردة نموذج جامع لكل ورود اليمن. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بوردة أخرى هي الناشطة المجتمعية وردة بن سميت والتربوي بمدينة عدن الأستاذ ياسر علوان، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الأستاذ ياسر علوان التربوي بمدينة عدن والناشطة المجتمعية وردة بن سميت. مرحبا بكم، وأبدأ مع ضيفي من مدينة عدن الأستاذ ياسر علوان. مرحبا أستاذ عبد الله، ومرحبا جميع المتواجدين في هذا البرنامج. مرحبا بك. هل لديكم أستاذ إحصائية بعدد الطلاب المتسربين من التعليم الأساسي ولماذا يتسربون؟ يعني نعرف أن المشاكل كانت موجودة قبل اندلاع هذه الحروب، لكن مسألة التفاقم، هل لديكم إحصائية على إلى أين وصل موضوع التسرب من المدارس؟ أولا أحب نشكر القناة بلقيس الذي تهتم بهذه المواضيع الحيوية، المواضيع المهمة، المواضيع الاستراتيجية التي تهمنا وتمس الوطن. بالنسبة للإحصائيات، لا توجد إحصائيات دقيقة رسمية يعني أو مراكز دراسات قامت بعمليات حصر ومسح المتسربين. هناك عمليات حصر مسح قامت بمنظمات، قامت بجمعيات، حتى مبادرات شبابية. نعم. كما حدث مؤخرا قبل حوالي شهر مبادرة نهضة مهندس، ولكن تبقى محاولات ليست رسمية أو أكاديمية. تقديرات، تقديرا هنا في محافظة عدن بلغ حوالي أكثر من 2200 حالة تسرب في التعليم الأساسي. طبعا عملية المسح هذه النتيجة ليست لجميع مديريات عدن، إنما أغلب المديريات، والعدد حوالي 2200 متسرب من صف أول إلى تاسع. نعم أستاذ ياسر، هل تكفي هذه العينة للحكم على ما حدث من تسرب في التعليم على مستوى البلاد بشكل عام؟ هناك من يطرح من قبل الأحداث أن التسرب بلغ ملايين من الأطفال خارج المنظومة التعليمية.
لا لا طبعا هذه الان الرقم التراكنه ليست لجميع مديريات عدن وليست حتى لجميع المدارس او الاهالي. نعم. عمليه التسرب هي تسرب في المدارس، لكن المؤسسه قامت في مبادره وكان لعينات، لكن العدد يفوق ذلك، العدد هنا خاصه مثلا في عدن وبعد ظروف هذه الحرب العدد يفوق كبير. فإذا كانت عدن هي حاضرة المدن والمحافظة الوحيدة الحضرية بالكامل في هذا العدد الكبير، فما بال ببقية المحافظات ببقية نعم. المناطق النائية، فالتسرب ظاهرة أصبحت مخيفة وكبيرة. ننتقل تفاقم بهذه الأوضاع في هذه الظروف الاقتصادية نعم. في هذه الظروف الأمنية ومتسارعة، يمكن شهريا يحدث تسرب. نعم. نحن كمعلمين في المدارس نلاحظ ذلك أمام أعيننا، فإذا يحدث تسرب تقريبا شهريا أو يوميا يخرج طالب من التعليم لعدة ظروف. نعم. لمعرفة هذه الظروف ننتقل للأخت وردة بن سميت، تحدثنا عن ما هي المبررات التي لمسوها من خلال عملهم الميداني مع الأطفال والمسببة لعملية التسرب من المدارس ومن التعليم. بالبداية أحب أشكر قناة بلقيس على تواصلها معنا، وبالمثل أحب أنوه بأن فعلا الأطفال في أمس الحاجة إلى الرعاية الكبيرة والاهتمام. أهم الأمور التي تجعل من الأطفال يفكروا بالتسرب من المدارس هي الوضع المعيشي القاتل في مدينة عدن. نعم. أتوجه بكل كل ما تعنيه الكلمة بأن الوضع المعيشي في مدينة عدن يواجه الأطفال بشكل صعوبات، تبدأ من المنزل الذي في المنزل يكون سبب أساسي للعنف المنزلي الذي يجعل الأسرة تضطر بأن تذهب أطفالها ليس لغرض التعليم بشكل أساسي، وإنما لغرض الهروب من المنزل ومن معاناتهم في المنزل إلى المدرسة، فيجد الطفل نفسه أمام التعليم الغير إيش نسميها غير نموذجية الغير يعني. جذاب الغير جذاب، يعني الطفل نعم. يريد شيء فعلا يحبه، أصبح التعليم شيء مكروه بالنسبة للأطفال، يجعلهم فقط وجودهم في المدرسة مثل عدم. وتخيل أن غياب الكتاب المدرسي إلى يومنا هذا بأيدي عدد كبير من الأطفال غير متوفر، وفي نفس الوقت متوفر بالأسواق وبمبالغ هائلة. السوق السوداء يعتبر من أهم بالضبط يعتبر من أهم الأسباب التي تجعل من الطفل يتملل من موضوع الدراسة ويفكر دائما بالتسرب والخروج، لا سيما بعض المشكلات الخطيرة التي تواجهه في المجتمع، المغريات الأخرى خارج المدرسة مثل تجنيد الأطفال الذي أصبح الآن اللعب الأساسي في المعسكرات والميليشيات التي جالسة تتحكم سواء في مدينة عدن أو في باقي مناطق اليمن، المجموعات المسلحة تقصدي، خصوصا في وضعنا الحالي الآن أصبح الاستقطاب للأطفال نعم. من سن 12 سنة أو بالأصح من 7 سنوات بدأوا ميليشيات باستقطاب الأطفال من 7 سنوات لغاية 16 سنة، استقطاب غير عادي، وهذا السن بحد ذاته هو سن المدرسة. نعم بلا شك. فأصبح المغريات أكبر من المنزل، أكبر من الأسرة، فأصبحت الأسرة غير قادرة على تغطية نفقات المدرسة وغير قادرة على فعلا إدخال الاقتناع للطفل بأنه فعلا يذهب إلى المدرسة ويعاني تلك المعاناة، أصبحت المدرسة بالنسبة للأطفال معاناة. نعم. هل تقصدين بالانتماء إلى المغريات إلى مجموعات مسلحة مثلا في عدن أم الميليشيا أم بالضبط ما هي المجموعات التي أم القوات الحكومية أيضا بالضبط من يقوم بعملية تجنيد الأطفال حسب مشاهدتكم الميدانية؟ المشاهدة الحقيقية تقول بأن معظم الحالات التي شاركت في التفجيرات الأخيرة في مدينة عدن والذي انضموا لجماعات المسلحة والمتطرفة من تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يسمى قاعدة أو ما هذه المسميات التي نعم يعتبر الأطفال هم من قاموا بتفجير نفسهم، معظمهم في سن 17 سنة 16 سنة هم من يكونوا أداة للتفجيرات مراهقون نعم
عفوا يعني غير ان الاستقطابات ايضا في محافظه شبوة برضه للاطفال من القاعده وحملهم للسلاح. في عدن ايضا هناك الكثير من بعض الاطفال في سن 16 ينضموا الى الجيش او الجهات التي تخولهم بان يكونوا عسكر في المستقبل بمغريات الجهات الامنيه قصدك والكتائب نعم. التي تشكل من لانضمامها للجيش الوطني يعني. نعم نعم. ماذا استاذه ورده عن ما يحدث في الشمال من قبل الميليشيا الحوثيه؟ هل لديكم اطلاع او تسربت اليكم بعض القصص لما يعانيه الاطفال هناك بموضوع التجنيد تحديدا؟ كانت لي تجربة في موضوع تجنيد الأطفال، تجربتي مع تجنيد الأطفال بالذات مع الأطفال اللي انضموا للميليشيات الحوثيين خلال فترة الحرب كان العدد كبير جدا، بحيث أن الأطفال الذي انضموا لهؤلاء الميليشيات تتجاوز أعمارهم ما بين 7 سنوات إلى غاية 16 سنة و 17 سنة و 18 سنة. هذا موضوع مخيف جدا، وأصبحت الميليشيات أيضا تتباهى بهذا الموضوع، صاحبة امتياز لتجنيد الأطفال وإجبارهم على القتال. شاهدنا الكثير في عدن من أولئك الفتية الذين تم سوقهم إلى جبهات الموت و أسرتهم المقاومة ثم عاملتهم كما يعامل أو كما يجب أن يعامل الأطفال. لو انتقلنا للأستاذ ياسر، هل كل المدارس في مدينة عدن مفتوحة حاليا للطلاب، متاحة للدراسة؟ دعنا نتجاوز عن موضوع التعليم الشيق أو الشروط التعليمية النموذجية، لكن هل المدارس في حالة جاهزية في كل أرجاء المدينة أو المحافظة أيضا؟ بالنسبة لمحافظة عدن تقريبا أغلب المدارس التي هي سليمة مفتوحة الآن، ما عدا المدارس التي هدمت بشكل كامل. حتى المدارس التي كانت فيها أضرار جزئية فخلال هذه الفترة الماضية تم ترميمها وأصبحت مفتوحة، وكما قلت بغض النظر عن نموذجيتها أو تأهيلها بشكل كامل، لكن نقول أن المدارس في عدن أغلبها الآن مفتوحة وتستقبل الطلاب، وقد تم حل كثير من الإشكاليات حيث كان بعض المدارس فيها نازحين. نعم. وتم تسوية ذلك وخراجهم وتعويضهم أو تسكين مكان آخر، لكن بشكل عام المدارس الحكومية والمدارس الأهلية في عدن التي هي جاهزة أصبحت مفتوحة، والطلاب جميعا الآن في مدارسهم، ما عدا المدارس التي تم تهديمها بشكل كامل، ورغم هذا وجدوا لها حلول بمشاركة الطلاب في هذه المدارس المهدمة لمدارس أخرى وفتح فترات دراسية ثانية وثالثة لاستيعابهم. جميل. كتربوي ومهتم بموضوع جودة التعليم، ما هي المتطلبات الأساسية التي يحتاجها الآن الطلاب والمنظومة التعليمية بشكل عام، مدرسين و يعني بقية التفاصيل؟ ما هي أهم الاحتياجات القائمة الآن للوصول إلى الحدود الدنيا المعقولة لجودة التعليم في اليمن؟ أنا الحد الأدنى الآن، نحن لا نعد نطالب بالجودة أو نحاول نطبق معايير الإيزو في التعليم، لكن الآن في هذا الأوضاع نحاول أن نصل إلى التعليم الجيد أو التعليم في حالة الطوارئ، وأهم نعم التعليم في حالة الطوارئ. جميل هذا المصطلح. أيوة التعليم في حالة الطوارئ أو التعليم أثناء النزاع. نحن في هذه المناطق ومناطق أخرى مثلا عدفي يوجد في تعز، ما يتطلبوا أن يكون حتى أدنى شروط التعليم. نحن هنا مثلا في عدن لدينا كثير أو مصفوفة من متطلبات للعودة للتعليم الجيد أو التعليم الذي يلبي الحد الأدنى من مستويات الجودة التعليمية. نحن هنا في عدن نحتاج إلى الكتاب المدرسي، هذه أهم مشكلة. نحن في عدن هنا نحتاج إلى صرف الرواتب المعلمين والإداريين والتربويين. صحيح. تعرف أنت أن هذه المشكلة عائق كبير وأوجدت حالة من الإحباط من الملل من اليأس. طبعا التعليم هي رسالة، لكن الظروف الاقتصادية في الوضع والأوضاع المعيشية والغلاء فرضت بشكل إجباري على المعلم أن يعتمد على الراتب وأن يتأثر بهذا الراتب. إذا نحن إزاء مشكلة عدن ولحق 3 شهور بدون راتب أو 4 شهر. عدن الآن لهم هنا 2 شهر بدون راتب،
هذا أوجد حالة من اليأس والإحباط، وأصبح المعلم لا يعطي الإداء المطلوب. أيضا نحتاج إلى عمليات إعادة المنهج الدراسي، المنهج الدراسي هذا قديم، المنهج إعادة النظر في المنهج الدراسي. نعم، لكن أيوة. من ما أيوة. طرحتم أستاذ ياسر بفترات. أستاذ ياسر أيوة. من ما طرحتم يعني نحن نتحدث عن تسرب الطلاب من المنظومة التعليمية، يبدو أن المدرسين هم من سيتسرب الآن نتيجة انعدام الرواتب وانعدام وسائل الحياة. نعود للأستاذة وردة لنسألها حول مبادرتهم، هم عملوا على إعادة الطلاب المتسربين، لو حدثتنا أخت وردة عن هذه المبادرة التي قمتم بها وما هي التفاصيل التي وجدتموها؟ حقيقة لم نعمل نحن مبادرة خاصة بالأطفال المتسربين، وإنما كانت مبادرتنا موجهة حول الأطفال الذي يتركوا المدارس لغرض الذهاب للتجنيد. جميل، يعني هي مبادرة في وقتها تماما. أعود مرة ثانية إلى نفس موضوعنا لكي لا يكون هناك لبس للمشاهد. نعم. من حيث وهروب الأطفال من المدارس وانضمامهم للمعسكرات أو سواء كان نظامية أو ميليشياوية. في هناك نقطة في القانون تقول بأن الطفل إلى 16 سنة يعتبر طفل أو إلى 15 سنة يعتبر طفل، ولكن الاتفاقيات الدولية تقول إلى 18 سنة. السنة الثامنة عشرة. في الاتفاقيات الدولية يعتبر انضمام 16 17 18 سنة يعتبر طفل أو يعتبر انتهاك خارق لحقوق الطفولة. بنفس الوقت القانون اليمني لا يتطرق إلى هذا الموضوع، لذلك هناك لبس في استخدام هؤلاء كأطفال أو كمجندين شباب قادرين على حمل السلاح أو استخدامهم في المعسكرات وفي الحروب. لكن ما حدث حقيقة في عدن وهو استدراج الأطفال من السن المبكر اللي هو 7 سنوات، سواء كان من ميليشيا الحوثيين أو من القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، الذين استخدموا الأطفال كأدرع أو كمتفجرات إنسانية، كان هذا يعني بشكل كبير انتهاك خارق لحقوق الإنسان. ما حدث من تسرب للأطفال هو بأن المدارس أصبحت غير قادرة على استقطاب الأطفال، وأصبح موضوع وجود المدرسة شيء أساسي فقط كروتين بالنسبة للطفل. أصبح الأب يطرد ابنه إلى المدرسة، أصبحت المدرسة غير جاذبة للأطفال بأن يكونوا متواجدين وابتكار كل ما هو مبدع ومثير للطفل لاستقطابه في داخل المدرسة. أصبح كل شيء ينافر هذا الطفل إلى خارج المدرسة وإلى خارج المنزل. أصبح من السهولة بشكل كبير استقطاب الطفل للميليشيات ولتجنيد الأطفال بمغريات منها المال وحمل السلاح والرواتب وغيرها. نعم. مبادرتنا كانت في مدينة شبوة في محافظة شبوة. بالضبط. لم نتطرق للعمل في مديرية في محافظة عدن، ولكن عملنا في عدن في مبادرة خاصة بالأطفال الحوثيين الذي قدموا إلى عدن. وكانت هذه المبادرة أكثر من ما هزت وجداننا في عدن، والتي جعلت من الأطفال فعلا ينظرون نظرة حقيقية إلى أن لا مستقبل للأطفال في ظل هذه الظروف والواقع المؤلم. الحقيقة هو قرار سياسي صائب يجب أن يوجه بشكل حقيقي للمجتمع. عدن أصبحت محررة منذ عام ونصف ولم يتحرك أي قرار سياسي على الأرض بالتنفيذ. نعم. بخصوص التعارض بين القانون المحلي والقانون الدولي أخت وردة، أعتقد أن هذا الأمر محسوم في حال هذا التعارض لصالح التشريعات الدولية. نعود للأستاذ ياسر وبذات السؤال، كيف يمكن أن نعيد الطلبة إلى بيئتهم الأساسية إلى حيث يجب أن يتواجدوا وهي المدارس؟ لازم نتبع عدة إجراءات، لازم ننفذ عدة خطوات، إجراءات وقائية وإجراءات علاجية. نعم. مثلا الإجراءات الوقائية لكي نعيد هؤلاء الطلاب إلى المدارس، لكي نعيد الدافعية في نفوسهم،
يجب أولا أن يكون لدينا إحصائيات، يجب أن يكون لدينا دراسات، وهنا ندعو الأكاديميين، ندعو طلاب الدراسات العليا، ندعو الجامعات لعمل دراسات لهذه الظاهرة، تناول هذه الظاهرة بشكل أكاديمي، بشكل بحثي. ظاهرة التسرب هذه بتصبح بعد فترة ظاهرة مدمرة. فمن الآن كما قلت في بداية اللغة لا يوجد أي إحصاء رسمي أو دراسة رسمية نعتمد عليها. الشيء الثاني يجب تشجيع الطلاب للعودة المدارس من خلال عدة برامج تشجيعية، من خلال برامج تحفيزية، من خلال إعفاءات للأسر الفقيرة، إعفاءات من الرسوم، إعفاءات من التكاليف الباهظة للدراسة، دعمهم حتى في مواصلات أشياء. يعني هناك في برامج تحفيزية في عدة دول، حتى دول قريبة مننا في القارة الإفريقية لإعادة الطلاب. إذن هل اتفقتم في هذه النقطة بعد أن اقترحت حضرتك موضوع الدراسات والإحصائيات، يعني عمل مسوحات لتحديد الاحتياجات؟ الأخت وردة قالت أن الأمر بحاجة إلى قرار سياسي، هل تتفق معها إلى أن الأمر فعلا بحاجة إلى قرار سياسي أستاذ ياسر؟ بحاجة طبعا، كهذه يحتاج إلى قرار سياسي، يحتاج إلى قرارات من أعلى مستويات في المجال، في الجهات التي تهتم بالتعليم كوزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم. وإضافة للتنسيق مع المنظمات، يمكن تتسهل لهم كثير، خاصة المنظمات في كثير قد قطعوا شوط في هذا المجال. وإن شاء الله إذا كان في قرار سياسي وجدية سوف يتم عمل هذه الإحصائيات بشكل أسرع، وسوف تعطي نتائج وتعطي بيانات دقيقة، وعلى ضوء ممكن التحرك ومعرفة الأسباب ومكامن القوة والضعف لمعالجة هذه الظواهر. كما تفضلتم أنه هناك دول سبقتنا في هذا المجال وخاضت مثل هذه الصراعات وهذه التجارب، أيضا لسنا بدعا بين الأمم في حال أردنا أن نرمم هذا الوطن كما يجب. الأستاذ ياسر علوان رئيس فريق الجودة المدرسية بالبريكة بمحافظة عدن، شكرا جزيلا لك. نعود للأستاذة وردة لنسألها سؤال أخير عن أي رسالة تود أن توجهها في هذا المضمار حول تجنيد الأطفال وإخراجهم من المدارس إلى المتارس وإلى المهالك وكذلك دور المجتمع، تفضلي. الله يحييك يا رب إن شاء الله، ويحيي قناة سهيل، قناة بلقيس، قناة سهيل، وقنوات كل الدول المحلية والدولية والعالمية التي فعلا مهتمة باليمن وبالوضع الذي حاصل للأطفال والطفولة. أشدد على الشراكة المجتمعية. الشراكة المجتمعية بين منظمات المجتمع المدني المحلي والمنظمات الدولية والإنسانية التي تعمل في عدن بالتشبيك مع الحكومة، بحيث أن القرار السياسي يكون قرار ذا تنفيذ من خلال عمل مشترك يربطهم مع بعضهم البعض. الموضوع ليس تمويلا ولا تنفيذا ولا قرار سياسي كل واحدا على حدة، وإنما كل الثلاث الأطراف هؤلاء مرتبطين بقرار واحد والتحرك وتنفيذ على أرض الواقع وفي الميدان. هناك شباب يعملون بجد واجتهاد في مدينة عدن، صحيح. ينتظرون فقط إشارة بقرار سياسي، إشارة بدعم مادي ومعنوي وجهود ومثابرة ومراقبة. أيضا المجتمع المدني على عاتقه الكثير من الهموم، يحاول أن يتحرك شمالا ويمين، ولكن لا يجد هناك من يحميه. أيضا الكل معرض للخطر، الكل في حالة استنفار، الكل يريد أن يقدم شيء للمجتمع، ولكن لا يوجد فعلا. إذن كما تفضلت، التعليم منظومة واحدة يجب تفعيل جميع مكوناتها. الناشطة وردة بن سميط كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفلة وردة، تم الرصد، في أمان الله.